دور إدارة المحافظة في تكريس روح التعايش الأخوي بين مختلف مكونات كركوك، مؤكدين أن الوضع في كركوك جيد جدا بفضل قوات البيجمركة والأسايش المرابطة في خنادق دفاع عن جميع المواطنين دون تمييز. المسيحيون قدموا خلال مراسيم إعادة افتتاح كنيسة مار يوسف بعد الانتهاء من حملة إعادة ترميمها درعا وباقة ورد إلى محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم، تسلمتها نيابة عنه سيلفانا بويا عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون المسيحي، تقديرا لجهوده الكبيرة في تكريس التعايش الأخوي والمضي قدما بحملة الإعمار في محافظة كركوك. يشار خالد حضر المراسيم وعد لنا هذا التقرير نتابعه معا. بمناسبة إعادة افتتاح كنيسة مار يوسف للكلدان في كركوك بعد انتهاء حملة إعمارها وترميمها، أشاد رجال دين مسيحيون وأعضاء من مجلس محافظة كركوك من المكون المسيحي بدور إدارة المحافظة ومجلسها في دعم إعادة ترميم الكنيسة التي شيدت عام 1949، مثمنين الدور البطولي لقوات البيشمركة في الدفاع عن أرواح المواطنين في كركوك دون تمييز. الحقيقة احنا لا يسعنا الا ان نشكر السيد المحافظ والمحافظة والبيشمركة والسلطات المدينة ومجلس المحافظة، نشكر كل من ساهم ويساهم في جعل الحياة ممكنة لا فقط للمسيحيين لكن ايضا لكل ابناء هذه المحافظة العزيزة. تم بناء ترميم هذه الكنيسة وتجديدها بالشكل اللائق، وكان الكلفة المقررة لترميم هذه الكنيسة هي 200 مليون، لكن تم صرف مبلغ أقل من هذا المبلغ 200 مليون، تقريبا 175 مليون. تم إنجاز هذا المشروع بسلام وأمان، واليوم نحب نوصل رسالة إلى كل العالم بأنه نحن مسيحيين وصلاة في هذا البلد رغم الضغوطات ورغم الظروف الصعبة اللي نعيشها، وكثير آلاف العوائل المسيحية اللي تهجروا من موصل ومن أطراف موصل والآن موجودين في أربيل وموجودين أيضا في كركوك والسليمانية، لكن الحمد لله والشكر في كركوك الوضع هو أمن وأحسن حتى بالنسبة إلى المسيحيين، وهذا يعود الفضل إلى قوات البيشمركة وإلى مجلس المحافظة والسيد المحافظ بشكل خاص. هناك جهود مبذولة من قبل المحافظة في تخصيص المبلغ، ولكن هذه المبالغ تأتي إلى مجلس المحافظة ليتم المصادقة عليها، فكانت النتيجة ترميم هذه الكنيسة وأنتم ترون نتائج العمل، عمل مفرح، عمل مشرف بصراحة، وضعنا كوضع كل المكونات، لكن نشكر الجهود المبذولة أيضا في حماية هذه المحافظة من البيشمركة ومن كل من يساهم في حماية هذه المحافظة. قدم طبعا باقة ورد مع درع لسيادة المحافظ اللي هو ما كان موجود، فأني مثلت المحافظ واستلمت الدرع مع باقة الورد. احنا هذا الصرح هو صرح لكل أبناء كركوك إذا كانوا مسيحيين وإذا كانوا إسلام، متواجدين مع بعضنا متعايشين مع بعضنا في هذا الظرف اللي يعيش العراق. المواطنون المسيحيون أكدوا أن وضع المسيحيين وباقي المكونات في كركوك جيد جدا مقارنة بباقي مناطق العراق، مشيدين بجهود إدارة المحافظة في تكريس روح التعايش والتآخي في كركوك. اللقاء اللي تشوفه اليوم بهذا الشعب المسيحي هو إشارة ومؤشر لكل من يقول أنه المسيحية في كركوك انتهت. وضعنا كمسيحيين في كركوك جيد جدا، يمكن ما صار بكركوك مثل ما صار بالمحافظات الأخرى، لكن اللي فرحنا أنه أكو حماية، أكو نوع من الإحساس بالأمان. نشكر أكيد سيد المحافظ، نشكر القوات الأمنية بكل قطاعاتها، نشكر السيد المحافظ وأعضاء مجلس المحافظة بهاي المناسبة اليوم اللي هي مناسبة افتتاح كنيسة مار يوسف بعد الإعمار. طبعا محافظة كركوك كل المحافظة ما قصرت بأي شيء، وإن شاء الله يا ربي عايشين إحنا كمسيحيين وكأسلام وكصابئة وكيزيدين وككافة القوميات عايشين بصورة متآخية داخل مدينة كركوك. في ختام الاحتفالية منح محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم باقة ورد ودرعا باسم المكون المسيحي في كركوك تقديرا وعرفانا لجهوده الكبيرة في المضي قدما بمسيرة الإعمار والبناء في المحافظة. يشار خالد، فضائية كركوك.
على صعيد التطورات الميدانية في مدينة كوباني، تمكنت